باهوز محمد الدالي عرضية داخل منطقة خطرة جدا. الله 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 الله, الله على الرشو, الله على هذه البداية. سليمان رشو يتابع تألقه ويتابع الموسم المثالي ويفتتح التسجيل مبكرا مبكرا, يفتتح تسجيل عبد الهادي الدالي اسيست لسليمان رشو وحيدا داخل المنطقة, لعبها بالرأس بدون أي متابعة, تحرك رائع, عرضية ممتازة. والبداية نتحدث عن البداية للفريق الحطيني, 1-0 1-0 هدف الأفضلية عن طريق سليمان رشو. أمامنا بالإعادة لتحرك سليمان رشو والرأسية اللي لعبها بمرمى زكريا دهنا. إذن البداية حطينية, هدف التقدم